خط الخير. خط الخير خط واحد عن طريقه ممكن تتمنى وتحلم كمان، يسمع منك ويحقق لك حلمك. شوف كم كلمة حب من القلب اتقالت، شوف كم دمعة حزن من عالخد اتشالت، أحلام كتير اتحققت وأماني كتير راح تتولد. ودلوقتي معكم وخط الخير مع عمرو الليثي على راديو مصر. راديو مصر رمضان بيجمعنا. هذا البرنامج برعاية جمعية الأرمان، بوابتك للخير. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده وبرنامجكم خط الخير على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليثي. للتواصل مع البرنامج على رقم 0160314. في انتظار تليفوناتكم، واحنا دايما سعداء جدا بكل مداخلاتكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزرع خيرا يوشك ان يحصد خيرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا يا جماعه عايزين نزرع الخير، الخير كتير والزراعة تجني ثمار جميلة نقطفها كلها ثوابات بإذن الله إن شاء الله في شهر الخير وبإذن الله. مع برنامجكم خط الخير، ومعنا أول اتصال ونقول ألو. ألو 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 ألو. أيوة. خط الخير معايا؟ أيوة يا فندم، تحت أمرك. أيوة أستاذ عمرو، أهلا بيكي. مين معايا؟ إيه حضرتك عامل إيه؟ أنا ريهام. أهلا وسهلا أستاذ ريهام. ريهام ايه؟ عمرو عامل ايه؟ ريهام علي. ريهام علي، اهلا بيك يا ريهام. انت منين؟ ازيك يا دكتور عمرو؟ الحمد لله، انا من رمسيس من القللي. اهلا بيكي، اهلا. تحياتي بقى لكل اهل القللي. يا رب يخليك يا استاذ عمرو. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم عليك يا ريهام ان شاء الله. يا رب يخليك، كل سنه وانت طيبه يا دكتور عمرو. عامل ايه حضرتك؟ الله يكرمك ويبارك فيك. اموريني يا ريهام، تحت امرك. حضرتك يا دكتور عمرو، انا مكتوب كتابي، والدي متوفى بقى له 11 سنه، وقاعدين انا ووالدتي في اوضه فوق السطوح، وبناخد معاش 323 جنيه. والدتي مريضه سرطان وكده، وكنا بنروح المعهد بس عشان سنها كبير ما ينفعش ان هم يعملوا لها عمليه. سنها قد ايه ماما؟ 71. انت وحيده ولا معايا عندك اخوات تانيين؟ انا عندي اخوات تانيين، بس والله يا دكتور عمرو ما حدش بيسال، كل واحد في بيته وما حدش بيسال عليا. يعني معقوله مش بيسالوا على امهم؟ لا والله يا دكتور عمرو ما حدش بيسال على حد. اخويا يعني ما شفناهوش بقالنا سنتين، ما بيجيش عندنا البيت خالص. وفي دخلة رمضان ما جاش عيد على امه خالص، ولا اتصل بيها في عيد امه قال لها كل سنه طيبه، ولا في دخلة رمضان ولا اي حاجه. انا وحدتها قاعده معاها دلوقتي وما فيش حد معانا، وانا عندي 33 سنه، وجالي قبل كده عرسان ومشوا عشان طبعا معيش ان انا اجهز نفسي. وبعدين؟ وبناخد معاش 323 جنيه انا ووالدتي. وعايشه بيهم ازاي دول؟ بيكفوكوا ازاي دول؟ تشوفوا بيهم ازاي؟ بيكفوكوا والله. دخل انا اللي هو جامع بس، بيدي لوالدتي 40 جنيه، ولو في موسم ولا حاجه بيديها كرتونه رمضان. طب وانت بتشتغلي؟ لا والله مش متعلمه عشان اشتغل. انا اتعلمتش، والدي الله يرحمه كان اوزوني، ما كانش ينفع ان هو يخليني اشتغل وكده، ولا مدرسه ولا الكلام ده، عشان ما فيش دخل داخل لنا. كنا بناخد الاول 55 من الشؤون لغايه ما زادوا بقى 323. بس هو مكتوب كتابي، مكتوب بقى لي سنه، ومكتوب كتابي من الشهر اللي فات، وكان نفسي افرح على رمضان على العيد. وايه اللي ناقصك؟ انا ناقصني جهاز عروسه. جهاز عروسه عادي. حاضر يا ستي، غالي والطلب رخيص، جهاز عندنا يا ستي. حاضر، ربنا يبارك لك يا رب، ونفرح بقى على العيد ان شاء الله. مبروك يا ريهام. حاضر، جهاز العروسه من عندنا ان شاء الله من خط الخير. يا رب يخليك يا دكتور، يا رب يشكرك، يا رب كل سنه وانت طيب. وانت بألف خير، مبروك عليك، وسلمي لنا على الوالده، وربنا يديها الصحه والف سلام عليها، وربنا يكرمك ببرك لامك، لانك انت اللي بربيها، فعشان كده هيعدك ان شاء الله. والله يا دكتور عمرو، حضرتك عايز تيجي تبعت لنا اي حد؟ لنا عايزين في اوضه والله انا وهي عايزين نيجي نفطر عندكم بقى ولا ايه؟ عمرو ربنا الله يخليك، ربنا يخليك. مبروك يا ريهام، والجهاز ان شاء الله هيكلموكي على نفس الخط اللي انت طالبانه منه، وان شاء الله ننسقه معاكي يبعتوا لك ازاي. وتعزميني على الفرح بقى يا ريهام. ها مش تعزميني؟ عزمك عيني يا دكتور، يا رب يبارك فيك، انت تشرفنا وتيجي. خلاص ان شاء الله، انا اتشرف يا ريهام، ربنا يخليك. يا رب يخليك، مبروك، يا رب يبارك لك. كل سنه وانت بالف خير، وانت طيب، ورمضان كريم عليك يا ريهام ان شاء الله. يا رب يخليك، مع الف سلامة. مع السلامة. الله يسلمك، ربي يبارك من مصارف الزكاة والصدقة، إنك تساهم في توفير مصدر رزق ثابت لأم الأيتام وأولادها من خلال مشروع الجاموس العشر.
خلي زكاتك وصدقتك السنة دي مع جمعية الأرمان. اتصل ب 19455 يصلك مندوبنا لحد باب البيت. عايزين نعمل مع بعض أحلى الأكلات والحلويات عندنا إحنا بس. استنونا كل يوم في رمضان مع أشهى وأحلى الأكل والحلويات في برنامج وصفات شربينية على إذاعة راديو مصر. من مصارف الزكاة والصدقة إنك تساهم في عملية قلب لطفل كان بين الحياة والموت. ثوابك هيبقى كبير لما يتكتب لهم حياة جديدة إن شاء الله. خلي زكاتك وصدقتك السنة دي مع جمعية الأرمان. اتصل ب 19455 يصلك مندوبنا لحد باب البيت. هذا البرنامج برعاية جمعية الأرمان، بوابتك للخير. الحمد لله ربنا وفقنا النهاردة وقدرنا ان احنا ندخل السعادة على قلوب جميلة، صحيح فقيرة لكنها جميلة، جميلة برضاها، جميلة بتفانيها في خدمة اللي حواليها. ربنا يا رب يقدركم ويكرمكم وتعملوا انتوا كمان معنا الخير زي ما احنا بنعمله في خط الخير. وخط الخير مكمل معاكم ان شاء الله على رقم 0160314 طول شهر رمضان. رمضان كريم. خلي زكاتك وصدقتك.